اخواني خمس قطع شارب ار 6، الجهاز المحبوب والغني عن التعريف. اول عرض عندنا عرض رقم 26 بسعر 250 الف، يكون الضرر مالته مثل ما تشوفون اخواني طبع خفيف بالشاشة. طبع شوفون هذا الخط شوية، هذا طبع خفيف بالشاشة، بس من تفتح شاشة بيضة من تسوي دارك مود لا تنسى يعني. مثل ما تشوفون هيجي، خل اشرح على اول واحد حتى ما اكمل على البقية. مثل ما تشوفون بعد ما تشوف الطبع هذا 250 الف. ملاحظة انه هذا الشارب يجي معالج سناب دراجون 888 وذاكرة 128 جيجا وعشوائية 12 جيجا وبطارية 5000 ملي امبير، فتحة عدسة 1.1 انش اللي هي فتحة عدسة كلش كبيرة، وبنفس الوقت التصوير مالته كلش حلو الجهاز. هذا العرض رقم 26 250 الف. اللي يريد خلي يقول لي اريد رقم فلان عرض. هسه هذا خلصنا من عنده. العرض رقم 27 190 الف، ايضا جهاز ما بي كل شيء، بس عندك اكو هنا نقطة بيضة بالشاشة. مثل ما تشوفون اكو نقطة بيضة بالشاشة، هذا الجهاز مثل ما تشوفون نقاط ايضا بيض بس ما مأثرات كلش، ايضا بالدارك مود ما يبين. هاي بالشاشة وهاي عندك النقطة، بسعر مناسب فقط 190 الف دينار. هذا رقم 27 العرض. عرض رقم 28 210، جهاز كل شيء ما ابيه. شنو خلله الوحيد؟ مثل ما تشوفون جهاز كل شيء ما بيه، حتى طبع ما بيه ولا كل شيء بيه. خلله انه الكاميرا مثل ما تشوفون شوية مغوشة، الكاميرا الخلفية، الكاميرا الأمامية كل شيء ما بيها صافية، الكاميرا الخلفية مغوشة. مثل ما تشوفون هذه الكاميرا الخلفية مغوشة الكاميرا، فسعرها أيضا مناسب 210 ألف دينار. وأيضا هنا عندنا شوية الجهاز مو كلش نظيف، الشاصي مالته أكو هنا شخوط مثل ما تشوفون، يوم هاي الدقمة اللي تعلي وتنصي زر الصوت بشوية مع بعض، مثل ما تشوفون هنا شخوط بسيطة، بس شي على شي ما مأثر على أي شي الجهاز. هذا رقم 28 210 ألف. رقم 29 أيضا بنقطة بيضة بالشاشة مثل ما تشوفون، هذه النقطة فقط، هذه النقطة، هاي النقطة البيضة، وهذه اكو نقطة هنا بيضة صغيرة، شوفوا هاي واحدة اثنين. بقية الجهاز نظيف، وضع الجهاز كلش نظيف، للعلم انه ويا الاجهزة كفر ولاصق. هذا عرض رقم 29 190 الف. عرض رقم 30 250 الف دينار، لان ضرره جدا بسيط اللي هو طبع بالشاشة، ايضا بالدارك مود بعد ما تشوفه. مثل ما تشوفون هذا طبع بالشاشة خفيف، فهذا عرض رقم 30 بسعر 250 الف دينار. اللي يريد اي واحد من هذه العروض فقط يكتب لي اريد عرض وينطيني رقم العرض وادز له الجهاز ان شاء الله، او يجي للمحل يستلمه.